سلام رد يتم تدخل بيوت المجد والطيب. وانا والله ما ادري بكبر الربع هذا ولا كنا بنزلوني اتكلم ان جينا زياره لابو تركي، وابو تركي رجل تقدير على نجميع وعلى المملكه وعلى الخليج شخصيا وشعريا، وقامة شعرية. وحنا الشيخ فايز العجيب والله ان له مده هو يكلمني، اصلا في صداقة بين مستور العصيبي وبين محمد بن عواض العجيب وبين الرجال رحمة الله عليه الله يرحمه. والرجال هذا يا طويل العمر رجل بذل علوم الطيب وكرم شعراء القبيلة على مستوى السلطة وكرم الجنود البواسل ويدعم الرجال اللي فيهم الخير واللي يستاهلون الخير. وحنا والله مجينا اليوم سلام على ابو تركي، وابو محمد عنده تكريم لابو تركي، وهذا اقل شيء نقدر نقدم، اقل حاجه نقدر نقدمها لابو تركي. والله ما قدمنا ترى قليل في حق يستاهل اقل من واحد بالنسبه للقبيله وعامه بالنسبه للرخاص. سلام رد يتم تدخل بيوت المجد والطيب، يا جعلها ما تزول ولا يغيرها الزمان. يا ذيب ما ادري